نقدر نكون اي حاجه خايبه في نظر الناس الا حاجه وحده، نكون شفار. استسلم الله يخليك. جالس مع ولده حدا الماكينه، ما بغيتش نشوف ولده. عندك لا تولي تسناي. راس راي دخلني. مازال مع عوامتك في دمك واحلامك هنا غادا توقف. ركني سمع يا حنان. فهمتي اش تنتسنى منك يا ولدي بطاش على صيفتك؟ وبصراحة يمكن نكون عبدة ديالك. شوف الله اش بغى. عليك لا ما غاديش نبوس عليك، وتذكري باللي انتي بستي لي يدي وانا لا. سول فيك ما قالوا والو؟ قالوا لي مشيتي للمدينه. ما قالت شي حاجه؟ دا معاك وقال لك هذيك بلاصتو وما عنده ما يدير في الزاويه. علاش؟ تنبع بشي مهمه خصك تقضيها خارج على الزاويه. يمكن انت مدير تحل المشاكل الناس كثر ما تجلس تعمق في الدين. حتى هذا نظر. فين غادي؟ تتسني مغرب وعشا. الله يتقبل. لنا ولك. بينا صاحبي اش كتسنى؟ ما صاحبي كتغوت انا باس. ما قولها باس انا. واسمح لي هذا راه ما لا عما والو. انا غنفضيو هذا الشيء كاع. هذا الشيء راه ماشي معقول. تكون مرات تدير لي فوضى هنا. خرج عليها برا. شنو؟ راه حشمت منك. راه قلت لك دبه والله تنخطك بالله. العبوا ولا باغي تلعبوا؟ دابا فتح دابا انت شنو هذا الشيء؟ شنو عندك؟ وانت ديما كل ديما توقع. سيد الحبيب البطاش وكاتبك بدون علم أي كان حتى والدتي، وهذا شيء معيب. لا أستطيع العيش طويلا دون التعبير عما يملأ قلبي دون ما نحن الاثنين، وبالتأكيد ليس لأي أحد علم بهذا وحتى إشعار آخر. يدعون أن الورق لا يحمر من الخجل. هل افتحها؟ أعدك بأننا الاثنين في هذه اللحظة بالذات يغمرنا الخجل. عزيزي الحبيب، لو قلت لك إني أحبك ومنذ طفولتي حيث كنت مختلفا جدا عن وضعك الحالي. نعم اخترتك لقلبي لنعيش الباقي من أيام عمرنا جنبا لجنب. طبعا شريطة مغادرتك للزاوية فيما يخص السن والإعاقة. سننتظر يوم وقوفي قريبا، وشعري وشعر فرسي يعشقان ركوب الريح، وسنرقص ذكرى يوم ولدنا نحن الاثنين بدون شك.
أخذت كل شيء بحسبان كما ترى، سوى إحساسك اتجاهي وأنت تقرأ هذه السطور. لم ممكن أزعجتك. قبل الكتابة بكيت لأن سري بين يديك. غدا ستأتي إلى بيتنا ولست أعرف كيف سأنظر إليك. إذا أخذت أن صدقت جدية رسالتي وحصل وجودك بالبيت، تجنب من فضلك النظر إلي، وضع بصرك على أي شيء، أمي، الخادمة، الصوفة، الصور المعلقة بالحائط، إلا وجهي. أرجوك. من المحتمل أن تصيبني هستيريا الضحك على نفسي وتظن أني لست بالجدية. أحبك وأعتذر عن ضحكي عند الفقير وريغلي. عندك ما تجيش خيرا. صباح الخير. كيتسناك شي حد برا؟ كيتسناك حد؟ ما محتاج لك حد اليوم. وعدت الوالد خويا وشي ناس اخرين. شفتي سير اوليدي، دعوتي ديما تابعك. انا عارفك كتعزني وكتقدرني، حتى انت إذا كان شي بركة غتبقى ليك. شكرا. الشكر لله. يلا تلقاك. الله يخليك. بغيت نخلص واحد الكفالة. لمن؟ عبد الفتاح البطاش. الفتاح البطاش. خمسة وعشرين درهم. اش دار؟
اعتداء على ملك الغير، الضرب والجرح. وماشي بزاف. كنتي باغي تدي الضمانة؟ لا نحطها. سيزيك ما كيجينيش. وكيفاش؟ عمل خيري. عمل خيري على سكيري؟ سير شوف علاش. ولا سيت عدا عندك؟ وعلاش سكيري؟ ولا زيتي تشوفي؟ غتبقى غير كتشوف. سيري داك البيرو وخرجوا لك. شكرا. نعم. ما شكون اللي خلص هاد الضمان هذا؟ وما تكون غير فدوى. اسمحي لي دابا بنادم. انا بنادم مايد عزام. عزام خرج هذه ساعتين تقريبا. لاش ما عرفتش علاش الشيباني بغاني نجي عنده هنا بلا ما عزام يسق الخبار. ما عنده ما يخزن عليك. ما عنده ماشي بوحدي يقول بحال بحال. والشيباني؟ الشيباني تفطاز. دخل دخل تأكد عاد. هو بارده والسكر مبقاش. وانا ما مسربكش. ليش جاي؟ انت اللي طلبتي مني شي وبغي نطمن على صحتك. انا طلبت منك تجي تخربيق. عم شقي راسك. كنت عارف كتجي. الفرار الحمر فيه شويه ديال لاجونيس والبيض فيه ريحه السبيطار.
الباي ديالك لاباس عليه؟ مريض. عزام مشى تابع فدوى. صيفط لي انا فتاح لاصق ليا في جليلي. قال لك هو؟ ثلاث سيمانات. عزام باغي يقتلني خزنة. علاش غادي يقتلك خزنة؟ علاش كتخرج بحال هاد الكلام الوليد؟ الحق الحق. ما عمرو ما طلب مني الفلوس. وني تكون طلبنا من لين الله نعطيه قرش هو الاخر. قيد هادي سجلها مزيان. انا مازال باغي نعيش. وقد ما كبرت كبروا شهواتي معايا. الهدايه من الله. وشوف اسيدي انا راه مازال طامع نعيش 30 عام اخرى. وداكشي اللي تيديروا الرجال الخزنه انا كنديروا بالعله اليوم خايف من حد. والزاويه والهدايه وداكشي ديالك كلشي يعاودوا بمخكم. ولا بغيتي تصلي شي نهار وبدي تدعي معايا ادعي معايا نبقى زاهي. هذه فلسفتي في الدنيا. وعزام وديك الفمات ديالو وداك السكوت ديالو راه باش يخلعكم. واقيلا قرايه ولا مولاي بي ملي تيدوي معايا كيدوي معايا بحال شي واحد زعما ذكي. انا نتزوج سيدي بحنانين الا بغيت. الا عندك الفلوس كلشي يبغي. وعندي ولله الحمد عندي الفلوس ولله الحمد. وهداك الشيء اللي خلى عزام. وعليها مصيفط لي فتاح مزاحمني انا باش يخلي لي هو الطريق ساهله يدوز الفدوه. انا عارف حساباته. قاصح الوليد المشكل ديال البارحه باقي مأثر فيك. من الاحسن تمشي ترتاح. كون جا من عزام ممكن. انت كندوز معك وقت زوين واخا انا خايب. ما خايبش الوليد. هذيك الجيفه ديال فتاح كون بغيت تصيفط صيفطو للحبس صيفطو تو تسويت. كان شي واحد يشتف على باه وقدام شود. هي ما غاديش تضيعيه. ما خلانيش عزام. قال لي ما تدبوزيش بلانت. يدور يدور ورجع ندم. كب لك شي قهوه هكا كب لك شي قهوه راك راه باعت. ناخذها شويه ديال الخبز صافي. بركة عليك. وقلت لك عا كويس واحد اخر وصافي راه ما غاديش يقتلني. انت تعرف السيد داك عبد الفتاح ديالك. والله وبغيت نكرازيه تنكرازي بحال شي صنطاله نازل على شي سرق الزيت. غتسمع الحس. ولكن عزيز عليك انت هذاك الشيء راه ما نخافش منه انا كنخاف منه ونخاف منك انت الا طفقتي مع داك عزام. عزام ولكن اناني عزالي غراسو عزيز عليا هضر واخا يكون عاد تخربيق ونيت عاد تخربيق اللي كيقول غادي ندوز. عرفتي علاش عيطت عليك؟ بغيت نسولك واش هذاك فتاح زعما الا عطيته واحد 5 مليون يقدر يبعد مني ومن حنان ومن هاد المدينه يمشي بعد شي 3 سنين ولا شي 33 عام؟ غنسولو يقدر يقبل منك 7 نشوف معاه. لا بلاش مازال محتاج الفلوسي. مشيتي عند فدوى واش قالت لك؟ ما تسمحش بيه باي ثمن. الدليل الدليل والله العظيم والنبي الكريم ولو كان كنت مازال في شبابه بهذا الوجه هذا والله يتنك راسي بحال شي سرق الزيت. راه انت غادي تشوف والله حنان الا مشات معاها وجهها وجهك انا فين قلت لك غادي ندوز. تجي تعشى معايا غدا ان شاء الله. وسير شغلك اللي عندك شي شغل. ما عرفت. خير قلوب مازالت قاصحه والوالد مضرور. قا
قاصح قبيح وفتح حتى هو تلقى عنده شي بلان، وانا ضيع بين بلاناتهم. خصني نقلب على فتح نعرفها كيفاش غتسالي. علاش باغا تسالي؟ وبغيتي تبقى هكذا؟ ما بقاش تسولني شي اسئله ما نقدرش نجاوبك عليها. ما سولتكش، قلت لك ما خصهاش تبقى هكذا وصافي. راه سؤال كبير هذا، سهلتيه، شكون اللي غيجاوبك عليه؟ انا؟ ما يمكنش. طحتي؟ ايه طحت. ودرناك اسيدي طحتي. ما درتينيش طحت طحت. وطيح عنيت. ولا استحيل عنيت؟ حيطيحة. وطيحة. وكاين شول. عندك شول؟ ايه عندك شول. ولا عندك شول قيد. بمن؟ باللي طيحك. وقتك طحت بوحدي. الا طحتي بوحدك ما تحتاجش للشول. شكون قال لك اسيدي انا محتاج للشول؟ وانت اللي جبتي الشهود؟ انا جبت الشهود. اجي يا سي عبد السلام، لنفرض انا اللي جبت الشهود، ولنفرض انت ما باغيش تقيد باللي طيحك، ولنفرض طحتي بوحدك، اسمح لي نسولك وما تدخلهاش في شي حسابات اخرى، واش كاين شي واحد في الدنيا كيطيح هوك هوك؟ كاين انا طحتي وعاود بغيت تنوض وعاود طحتي. اه وريني يديك. هايدي وكل العصا من عند شي حد. انا مستعد نعاونك. لا ما لاق الوالو. ما تليقش. ما تليقش؟ لا تليق. ليش؟ تقدر دير لي شي انكيت على عزام؟ هو اللي ضربك؟ لا. وشكون؟ تنخاف منه. والحبيب؟ ضيف. عزام؟ تتخاف من عزام؟ كنخاف من عزام. عزام كي خرج شي هضابر وشي كلمة تعجبة غير هو، ناصب فيها تخمام مبزرة بشوية ديال السياسة. واش كتخاف منه ولا كتخاف عليه؟ كنخاف منه. علاش كضحك؟ غاديش تقدر تخرج. مريض. نجيب لك طبيب. لاش؟ ما تقدرش تخرج. ونقدر. تمشي لعند مولاي بهذا الوجه؟ لا. سيرتيفيكا ميديكا. علاش؟ المولاي. تضحك عليا. وراه انت اللي كتضحك على الوقت. شوف لك شي حل مع ولدك الا بغيتي تعيش الباقيه في حياتك هاني. اش من حل غادي نلقى مع ولدي؟ شوف لك شي حل. علاش؟ وانت اللي تعرف. هذا شي موتيف واعر. ليش؟ فتح. ليش؟ صيفطو فيها كوليا. شهر شهرين عام عامين وها هو عندك، وفينا هو الحل؟ اشي موتيف اللي يديو المحكمة ويحكموا عليه خوي البلاد خوي المنطقة ما بقاش يحط فيها رجليه. ما كاينش. صافي غادي نقتل بو انتنا. وديك الساعة راه انت اللي ما باقيش تحط رجلي في هذه المنطقة. ما كرهتش نعطيه الفلوس ويبعد من هنايا. او اقترحتيهم عليه؟ ما نقدرش. علاش اللي ما تقدرش؟ واحد فلوسي وما نقدرش نعطيهم ليه. الا سمحتي السي عبد السلام، هادي ماشي طيحه، ضربه. واقيلا طيحه وضربه والمخ تمس، وسكانير في هاد الحاله ولا بدا منه. ضربه وطيحه ونقدر نفيق ونقدر نوقف وندكو، ولا قال لك شي حاجه هانتا وجيبو شوفو وغادي تشوف. واش غنشوف؟ اجي انت صاحبي. واخا ديك خطره ملي جاو الجدار ميك قلبوا على عيشه ملي ماتت درتي فيا. انا درتها خدمتي. خسرني، خسر لي زيني. ولا يا عبد السلام خسروا لي زينو. علاش كنضحك؟ ما كنضحكش عليك، انا كنضحك معاك. بحال بحال. فرق كبير. دابا هاد الزروقية تقدر تمشي. إلا قلتي صداع مع ولادك.
شتي عبد الفتاح خلعو، وإلا خلعتو وجا كمل عليك. نادي بلاش. أنت تعرف. نعرف كنت نعرف كون درت. أش غادي دير؟ دير داكشي اللي عندك ونعرف. يا سلامة. شكون اللي قال لك تعدي؟ أسلم لي قال لي نجي نشوفك. علاش؟ حيت مضروب. أبو جورديل. أنت أنا لا احتجتيني. أنا موجود. شوف قبل يا عزام ما فتحنا نعرف حدود ديالو. هادشي ما دخلش في اختصاصاتي. والصحبة؟ حدها الدار والبار. سلام. خرج عبد الصادق دير الباب. دير الريجيم. الحامض في الخبز هو الريجيم. وسيري. وصلتك شي حاجة على المعجزة؟ توصلت بها. قلتيها لكل شيء. رد في اللمو. يقدر يموت اليوم. عارفة. وهذا الشيء علاش بغيت نهضر معاك قبل ما نهضر مع شي حد اخر. انا ما نقدرش نشوف المدينه كلها والناس كاملين خايفين عليه ليموت. بيد الله. بيد الله. فدوى كاينه هنا. درت مع عبد الله على اليوم. اخباري شنو طرا البارح. وعاودت لي كلشي وبتدقيق. في موضعها ما غاديش نعرف كيفاش غادي نتصرف. واش اخبارك خوك هنا؟ ماشي هذاك العاجب الاخر سميتو عزام في حد يتشيق مع فتوى. شنقول لك كل واحد وفين كيلقى التوف في الدنيا. كنت متعطشة نشوفك وما قدرش نتحمل نتسنى اكثر. غادي ننسى المهم. ما عرفتش علاش فدوى جاتها واحد الكريز ديال النرفزه وبشكل غريب، خصوصا ملي سمعت بلي راك جاي لعندنا. ماما انت اللي قاطع الكريز ماشي انا. الفشوش ديالك هما اللي كيديروا لي انا اللي كريس. هذه يا سيدي اللي كله هي مريضه السخانه والتهتريف. تسنيت حتى طلع النهار. ملي جا الطبيب ديالها السي زويتن ما فهم معاها والو. ملي كيجي عندنا كل مره للدار باش يشوفها كيقول لنا نفس الكلام. ودابا ملي شافتك غوتات باش نهزوها لبيتها. ما نقولكش كل واحد فين كيلقى لذته في هاد الدنيا. سمح لي كنت متعطشة نشوفك وما قدرتش نتحمل نتسنى اكثر. غادي نساوي المهم. ما عرفتش علاش خيرة جاتها كريز ديال النرفزة وبشكل غريب، وخصوصا ملي عرفت بلي راك جاي لعندنا. ماما انت اللي قاطعه كريز ماشي انا. الفشوش ديالك هما سبب لي كريز ديالي انا. هادي سيدي اللي الكلو هي مريضه السخانه والتهتريف. تسنيت حتى طلع النهار. وملي جا الطبيب ديالها السي زويتن ما فهم معاها والو، حيت كل مره كيجي عندنا للدار يشوفها كيقول نفس الكلام. ودابا ملي سمعتك جيتي غوتات باش نهزوها لبيتها. ما كنتش عارفه جاي ولا بغيت نتمدد في بيتي
ماشي باش نتخزن عليه. بلا ما تكذبي اخيره، سعدانه شافته ومشات قالتها لك. محشومه عليك ومن الحسن تقولي السيد بلي ثبت لينا وراسو بلي ما عندوش غرام ديال العقل صحيح، اللي قبل يجي يزورنا بعد المهزله اللي طرات المره الفايته، وقت اللي كان ضحكه قدام كلشي. خيره راك مشيتي بعيد، وعندي ما ندير معاك اللازم. انا دابا في وسط داري فرحانه، وبالضبط في هذا الوقت وحسن من وقت اخر، محتاجه ليه وضروري ليا. شتراو جار الميمة ياك؟ لاباس لاباس. اللي غيقتلني هو الفشوش ديالك انت. ايوا اش نقولوا في مرضك هاد الليله، والسخانه والتتريف، وهاد الطب اللي دخل علينا وخارج بلا جواب صحيح، ماشي فاجعه هادي؟ فاجعه مهزله. الا جات على خاطرك شي فصمه مالك؟ ليش سكت عليه بلا سلا؟ كيفاش صاب عليه؟ كيفاش ومنين؟ سعدانة سعدانة، الاكسجين الدول الحمر لفاطمه. ماما سرب هذيك راه ما عارفه والو. نعيط لك على الطبيب؟ لاش بغيت يقول لك ما فاهم والو. ما تيسر عليك، سيري جيبي الدوم الفرماسيان. مداش ما تخاف، فين طرات هادشي؟ دري الصغار درت فيهم راسي، ما عرفتش علاش رجموني بالحجر. نداو الصباح ونهضروا على حوايج اخرى من بعد. ما تيترميش دابا؟ تقدر ترد ليا دابا وبلا ما تعطل مراتي قبل تدخل الوالدة. ما هزيتهاش معايا. تضحك عليا، كنت عارفة بلي كنت غادي تجاوبني. شوف الليل كله سخانة ركباني على اللبسة اللي تات، صفت لك هاد البرا قدرت جبتها دابا قبل تدخل. بقات عندي ما جبتهاش معايا. براهيش هناك. علاش؟ تتسول علاش؟ صفت لك برا ما عرفتش اش خربقتها وتتقول لي علاش. شوف الا ما هزيتيهاش معاك سمح ليا، والله يخليك جيبها ليا اليوم بلا تعطل، ما تنساش. ما تقدرش اليوم، من هنا 4 ايام ممكن، حيت ما غنمشيش للدار، غادي غنفك البريغ لك ديريكت. 4 ايام تفلى عليا، ضحكتي عليا ملي قريتيها. ابدا. علاش؟ حيت ثقت فيك ثقة عميقة. ستي تورك عليا نهود. ابدا، فكرت فيها في المعقول، وعندما تحقق بعد الموت ديال فكايل ورياغلي غنبعد من الزاوية نرجع لقرايتي ونتزوجو، حيت مغاديش نقدر نلقى واحد بحالك. وغولا في كرسي ندفع بك حتى توقف على رجليك، ولي اليقين. تحمق. علاش؟ خلاصة من الرسالة كلها مبنية على التخربيق. ماما جاية. ماما شحال تعطيلا؟ سعدانة لقات الدواء ومشات شرات الفاصمة. عطاك ما بقاش تغوتي عليا، راسي دارني وزيدو انت اللي حولتي الدواء من بلاصتو. ايه انا اللي حرشت عليه الدواء يضربوه، وخزنت الدواء باش نلقى له جيبه نهضر فيها معاه. وليتي واعر. ماشي الديطاي اللي كيقتل كلشي. دي فاصمة. ها فاصمة. ضرب مع الدراري الصغار هاد الراجل الكبير، هو واحد فيهم عضو. دابا هذا يقدر يتزوج ماما. مالو ماشي بنادم؟
واش زعما يقدر يتزوج بعد هاد المغامره؟ واش خباك باغي يتزوج؟ ماشي قتله نتاع الضحك؟ حشومه عليك، عندك يكون هذاك اللي عدتو فيه الجهل. الدراري الصغار فيهم الجهل، نستي فيها ماما. ايه يقدر هذاك الدري اللي عدتو حتى هو عدتو كل الجهل. كيدرك صبعك شويه؟ ما تخافش من الماء. واش حنا كنهضروا معاك المعقول وانت كتضحكي؟ ايوا لالا الجهل كاين وردي معاه البال. فدوى راسها قلت لك الخبر كاين هنا وبغات تشوفك. ما يقدرش، مازال دار ربع سيري بوحدك. تيضرني صبعي ومن الاحسن نمشي. كيفاش تمشي؟ نسالي مع فدوى نبقى معاك الوقت الكافي نهضروا فاش بغيتي، من بعد ضروري نمشي للزاويه. انت الراجل بالزربه وما كاينش لاش تعب راسك تجي تطلع عليا. ملي تسالي من عند فدوى سي ديريكت للزاويه، حيت انا باغيه نعس. كيف قالت لك ماما ما نعستش الليل كامل. نقعد معاك حتى يديك تنعس ونمشي. ديها ماما وجودك جاب لها النعاس، حاجه نافعه. نافعني ماما ملي تتقولي شي حويجه زوينين. غادي نديك تشوف هاد الكوميديا. فدوى مغرومه في عسام وتتبين ليه بلي عشقه جنونه نفتاح. على مازال غادي نديك تشوف وما تضحك تتكون بوحدك. يلا زيد قدامي. انت بك لا سمحتي كنت عايشه بلا بك نقدر نكمل. تتجرحي بسهوله؟ ممكن. علاش بغيتي تكوني صعيبه معي؟ على هذا الاساس بغيت تشوف هزاليه عزام وفدوى باش تعرف بلي كلشي لعب. سمعت لك. تقدر تقول بلي تنعاني. الزواحي فخيريه ما تتاكل بعضياتها، هذا تعبير على وضعيتك انت وفتاح ماشي باك وفتاح. خرجاتلك، خرجتك بوحدو ومن دواخلك، ما خممتيش فيها. قدري المحتوم السيدة فدوى، خدر لقى الفلوس ونرد ليك 3 مليون ديالك. مرة نزق وديما مغوشة، عشقي ليك اليوم مقضى عليه حد، غدا غادي ندبر عليهم، وإلا حتى حد ما بغى يعطيني غادي نمشي عند الشيباني ندقدق عليه داك الراس، وناخد لي الفلوس اللي خازن تحت الخدية. غير يمشي عزام نمشي للحبس، ولكن نرد لك فلوسك. والله يهنيك، عارف انا في نظرك بدا مبؤس. سمحي ليا، لا ما تسمحيش ليا باش نبقى وكيت وتنفضل الحبس ولا نعشق نزق بحالك، حيت كنعشق شي حد اخر وتتعرفيها. ما يمكنش تسمحي ليا. المهم غادي نقتل لي ريشني من رزقي ورزق امي، وغادي نمشي للغرب، الغرب ورا البحر. غادي نهرب عليكم كاملين، معاكم ما كاينه غير المعاناة. سخط عليك وتنبغيك، حين تعريق صغيور كيضرب جيتك ما كرهتوش يتقطع. نقتل راسي، ولكن دابا غادي نقتل اللي مشردني ومحيد لي رزقي ونلوح لك رزقك. في نظرك غادي نكون دائس ولكن ماشي شفار. غادي نقتل اللي مريشني واللي شفرني، فتاح مجرم ماشي شفار. قتل با وضاع حد ما قادرش نتحمل النفخة ديالك. نبورساج ليك وطلبي من الله يعطيني رزقي باش ما نقتلوش العبيد ديالك، العدو ديالك. فتح البطاش. عطيني هاد المرة الفدوة. صافي صافي، تصبح الله خير. يلا رأي خوك الحبيب عندي فيه الثقة الكبيرة. شكرا. شفتي حالتي البارح؟ كل شي يفوت. ما
ما عرفتش ليه النميل، واش كان بغي ولا تنكرهو. داكشي اللي كتحسي به هو اللي كاين، داكشي اللي قررت هاد الليله. ما نضمنش عزام واحد من اعز الاصدقاء يخالفني فيه. ما غاديش نخالفك، غير قولي. ما عرفتكش اش غادي تقولي. المهم بالنسبه لي انا وفي هاد الساعه بالضبط بغيتك تكوني اسعد مني انا بعدا. المهم من هادشي كله الشرف والواجب وشي حاجه اكبر من هادشي بجوج قلبي. مزيان اللي خديتي قرارك من هنا بالضبط. خديت قراري ولا رجع فيه. وخا يتزوج بديك المخموجه ما غاديش نفرط فيه. معلوم ما غاديش نبقى نجري من وراه ولا نفرض عليه راسي. بالعكس غادي نرحل، غنمشي نسكن في مدينة طنجة. طنجة مدينة المستقبل. ملي كنت تعاني معاها غادي يلقاني الصديقة والأخت. أكيد أخت تحبه، ولكن أخت ملي كنت تعاني معاها وماشي بعيد غادي يلقاني اللاتي والعزة، وغيجي يتوسل ويعتذر على خيانته، وغادي يلقاني أداة السعادة ديالو على مدى هو حي. قرار صعيب، ولكن قرار قادر نتحمله. وما نظنش عزام ما يزكيش هذا الاختيار. تماما، عبرتي مزيان. كون كانت شي مرة أخرى اللي اتخذت هذا القرار كنا نشمو فيه ريحة الزيادة والمزايدة، لكن ملي جا منك انتي كان جد صديق، وعليها عندك فيه الحق. يمكن عندها الحق على حسب إحساس الوضعية اللي عاشت البارح، ويمكن تغير ريام دابا جوج دقايق. ما نظنش الكاركتر ديالك زينب يتماشى مع فدوى. فدوى الوعد واجب أبدي، اللجوء للحزن غادي يعطيها قوة أخرى، قوة اللاجئ لأي شيء إن كان اقتصادي سياسي فني. وفي الحالة فقدان الأمل، ومن هنا كيبدا صلحك مع العالم اللي داير بك. هادشي كله كلام ما منوش. علاش ما منوش؟ ما موافقكش؟ اسمح لي، صداقتكم بجوج ما نظنش غادي تخطاني. بسوء الحظ غدا غادي نمشي لتطوان. غدا تطوان؟ غدا تطوان. سعداتك. سعداتي؟ معلوم سعداتك غادي لتطوان. على شنو عندها تطوان؟ انت اللي اختاريتيها واحسنت الاختيار. وفرحانة. بغيتي تعرف، ماشي السفر ديالك لتطوان هو اللي مفرحني، بالعكس غنضطر في تبعاتك. اللي فرحني اكثر المناسبات اللي غادي تحلك مع خالتي باش تعاود لي عليها البشاعة ديال الفتاح. الا قلت لك ليله كامله وانا كندورها في راسي كيفاش نخبر خالتي. هذا هو اللي مفرحني. قصه البعدك نتفاداوها بالبراوات. قد ما كتبتيني نكاتبك وممكن اكثر. يلا نخرجوا. راهي الحبيبه مابقاش لايق ليك. ما نسيتوش. مالك زربانه زينب؟ مالك كنؤكد على هادشي اللي قلت، وما نكرهش نغير وجهه نظره ندير بها وبحسابها. مالك اش كاين الحبيب؟ ما عمرني كضانه وما تجيش على بالي. شنو اللي ما عرفتش؟ وغادي لتطوان انت دايره براسك فرحانه شويه. الا ماشي مشيتي لتطوان هي اللي مفرحك، بالعكس ستفقدي صديق. اش هاد اللعبه عندك؟ السفر ديالو سعاده بالنسبه لك انتي. ما فهمتش شنو بغيتي تقول. حتى انا ما فهمتش. ما نظنش نهار عشقتي فتاح، وحتى هو ما نظنش. بالعكس تنظن بلي تيبادلك نفس الشعور. يمكن تيقدرك. سمحي لي الا قلت الحقيقه. اش من حقيقه؟
اسمح لي، الا بغيتي دابا نقلب على فتاح ويشد لكم بيدكم جوج ويبارك لهم على علاقتكم، انت تعدي بعزام حيت يبغيك وحبك الفتاح هذا بالكذوب، بغيتي تبقى لاصقه فيه باي وجه كان. اللي عزيز عليك كثر من ولادك. شكرا. اللي جاب لك الحسوة. انت نحمش الحسوة، تنكرها. علاش عليك عبد السلام؟ واش انت ضروري تكره شي واحد؟ راه الا بقيتي تجيب لي الحسوة غادي تعود نكرهك انت. واش بغيت نجيب لك انا في هذه الساعات المتأخرة من الليل؟ كونياك. كونياك؟ اه. ما تاكل معاه والو؟ حرام. شنو اللي حرام؟ حرام هاد الحسوة والزيت العود يضيعوا. وانا موتور جيب لي الحسوة وزيت العود. انا اللي موتور. وقعد قعد حتى يعني تكولها. علاش ما نهضروش انا وياك؟ علاش بغيتي نهضرو حنا بجوج؟ نهضرو على الوالدة. نهضرو على الوالد. نهضروا على الاولاد. نوض ديك جي وكل حسوتك وبعد مني ونجيب لي قرايتي انا. يلا نوض بعد مني. صافي ما صافي، مابقاش انا اعزلك بالولادك. صافي هاد الساعه المتاخره الليل. لا صباح على خير. معلوم غادي صباح على خير. هذا هو الحماق بعينيه. عمر فدوى ما اعترفت لي بمحبتها ليا وعرفاني باللي تنعزها وعمرها بغات تجاوب عشقي ليها، وانا كذلك. الا بغاتني نبقى حداها مجرد انتقام داكشي اللي دار معاها فتاح، ودوري بالنسبه ليها تعاود ليا احساسها به وليه. اسمحي لي، ما عندي لاش نجبد هذا الكلام، وهادشي علاش قررت نبعد لتطوان. اسمحي لي، العقاب ديالي هو ما غاديش نبقى نشوفك. ما غاديش نمد لك يديا وما غاديش نسمح لك ولا نعتذر. عانيت منك بزاف. المهم دابا لا، ساعة اخرى ما نعرف. انا اللي جبت هاد الصداع، ما كانش عليا نهضر. راي نخلي عندي ما جابت غير الصداع.